مغربي خلق فاس و مشيت لإيطاليا. كنت عندي تقريبا 3 سنين مع خوتي والوالدة عند الوالد، كان عايش في إيطاليا من السبعينات. اليوم انا مسير شركة باركينج ماي كار، ستارت اب باركينج وموبيليتي سيكتور. كان شركة خلقت في 2019 واليوم خدامين في ايطاليا كاملة، في اول ايربورت ديال طاليان والمدينة ديال طاليان، فين كنعطيو لا بوسيبيليتي للكليان باش يقلبوا ويلقاو اونلاين باركينج سيرفيس، يعني باركينج ويقدروا يريزيرفيوهم اونلاين. ولحد الان خدامين في طاليان كامله، بينا تقريبا 50 في التيم داخل في الشركه. الفكره جاتني واحد النهار كنت غادي مسافر وما لقيتش باركينج في المطار. كنت كنقلب على الباركينج، كنقلب اونلاين، وقلت كيفاش اليوم في 2000 وكان تقريبا 2018، في 2018 ما لقيتش اونلاين تا حل الباركينج للطوموبيل ديالي. صافي، من تما رجعت من الفواياج وبقيت كنفكر وقلت هذا مشكل ماشي غير ديالي انايا ولكن ديال بزاف ديال الناس، نقدروا نبداو به ستارت اب سوليوشن. صافي، بديت كنخدم كنقلب كندير كنقلب على الماركت شحال كبير، على الامكانيات اللي يقدروا يديروا شركه من هذا المشكل اللي عشته. ومن تما درجه حتى وصلنا لليوم. اليوم شركة خدامة في طاليان كاملة، وقريب غنفتحوا دول اخرين في اوروبا وفي ميدل ايست، السعودية ان شاء الله ودول اخرين. وصافي، انا كيفاش قلت هو اللي كي السي او ديال الشركه اللي كان سير تيم كامل. عندنا تيم تقريبا شي 99% ديال الدراري وبنات خدامين طاليان، والحمد لله تجمنا. مشيت صغير، اذا كبرت كمغربي في دوله اخرى طاليان. فكرت بزاف، انا عندي علاقه قويه مع المغرب، كنجي دائما المغرب. الفكره دائما كانت في الدماغ ديال شي نهار نديروا شي حاجه في المغرب، كي والدينا كبرنا معاهم وما دائما كانت الفكره ديالهم وهي اي حاجه داروها في طاليان كان كيديروها بالهدف ديال شي نهار يرجعوا للمغرب. هذيك الفكره كتبقى الجاليه الثانيه اللي حنايا كعلاقه بيناتنا قويه بينات الدوله ديالنا، الدوله فين والدينا خلقوا، فين الاصل ديالنا. اذا كنفكر بزاف نقدر نديروا شي حاجه في المغرب. السوق ديالنا باقي ما وجدش الدوله بحال الدوله المغربيه، ولكن ان شاء الله في المستقبل ضروري الا كان شي فرصه، راه اول فرصه غادي نحطوها في المغرب ان شاء الله.